مشاهدينا أيضا للوقوف أكثر على تفاصيل هذا الخبر، ينضم إلينا الأستاذ عبد الله الأحمد عضو المركز الإعلامي الأراكاني. أستاذ عبد الله مرحبا بك. نعم. إذا يستمر الاعتداء ويستمر الاعتقال، هل من الممكن أن تشرح لنا الوضع في أراكان؟ طبعا بالنسبه والمقارنه مع الشهر او 3 شهور الماضيه الاوضاع ربما قلت اقل كثير، يعني لم تكن هناك الان حاليا اصابات واعتقالات بشكل كبير مثل ما كان خلال 3 شهور الماضيه، لكن بالامس انتشر مقطع فيديو لاحد الجنود الحكوميين وهو يعتدي، مجموعه من الجنود يعتدون على عدد من المعتقلين بشكل تعسفي ويضربونهم ويهينونهم ويقتلونهم على وجوههم. هذا المقطع سرب بطريقه او باخرى ووصل الى الناشطين الروهينجيين، ثم وصلت الى وسائل الاعلام وانتشر بشكل كبير جدا. الحكومه توافقت في هذا الموضوع واليوم نزلت بيانا اعتذرت فيه عن هذه الطريقه المهينه التي تعاملت بها مع المسلمين الروهينجيا ووعدت بالتحقيق مع هؤلاء الجنود الذين قاموا بهذا الفعل ضد المسلمين الروهينجيا، واكدوا ان هذا الفعل لن يتكرر في المستقبل، لكن الناشطين الروهينجيين يؤكدون ان هذه الافعال مستمره منذ 2012 بل من قبل ذلك، لكن هذا لانه ظهر على وسائل الاعلام اضطرت الحكومه الى التبرير بهذه الطريقه او الاعتذار حتى تتنقل من هذه المهمه. ايضا هناك الكثير من الاعتداءات المتكرره يوميا بشكل يومي، يعني القافله التي الوعدت بها جمعيه ماليزيه بارسالها الى ولايه اراكان لاغاثه المسلمين الروهينجيا هددت الحكومه بالهجوم على هذه القافله في حال وصلت الى ولايه اراكان. المنظمه تقول انها نسقت مع الحكومه وتواصلت مع السفاره لكنها لم تتجاوب معها، بينما الحكومه تقول انها لم تصلها اي خطاب بهذا الموضوع وهددت الهجوم على هذه القافله في حال الوصول الى ولايه اراكان. نعم، استاذ عبد الله، يعني ما السر وراء هذه العنصريه يعني ضد مسلمي الروهينجيا؟ السر سيدي الكريم ان الطغمه العسكريه التي كانت موجوده على السلطه خلال ال 50 سنه الماضيه اججت من الصراع الطائفي بين البوذيين والمسلمين ورفعت من خطاب الكراهيه ودعمت الرهبان البوذيين بما يتماشى مع مصالحه في المنطقه او في ولايه اراكان. ولايه اراكان هي ولايه من اغنى ولايات ميانمار وهي افقرها من البنيه التحتيه ومن الخدمات الاخرى رغم وجود المصادر الثروات الطبيعيه فيها، ولذلك السلطه العسكريه كانت تحاول ان تبقى على سده الحكم اطول فتره ممكنه عبر اشعال كثير العنف الطائفي بين الطرفين بين البوذيين والمسلمين واشغالهم ببعضهم في الوقت الذي كانت تستغل فيه استخراج النفط والغاز الطبيعي والثروه السمكيه والثروه الحيوانيه وايضا النباتيه وتصديرها الى الخارج. هناك علاقات مع الصين وكوريا الجنوبيه وشركات من الهند كانت تستثمر في هذه المنطقه، والمردود المادي كان يذهب الى الجيش، يعني لا زال الجيش يتحكم بالسلطه من 5 تجار ويتحكم بكل هذه التجاره مع دول الجوار. ولذلك يعني هم استخدموا العنف الطائفي او الخلاف بين البوذي والمسلمين كورقه مساومه ضد الدول الاخرى واشغالهم ببعضهم حتى يستطيعوا من السيطرة على هذه الثروات. نعم. أستاذ، في عالم يعني ينادي بحقوق الأقليات ويعتبر أن حقوقهم أولوية، أين هم من حقوق أقلية الروهينجيا؟ سيدي الكريم، هذه المنظمات والهيئات الدولية التي يتحدثون عنها ما هي إلا أدوات مصالح الدول الكبرى والعظمى التي تسيطر وتهيمن على المنطقه، ولذلك هذه المنظمات ما يتكلمون عنه هو اشياء خطابيه يعني لا اكثر من ذلك. يعني هذه المنظمات
لا نعهد لهم أي محاولة لحل أي مشكلة أو نزاع في العالم إلا ما تقتضيه مصالحهم. المنطقة هذه التي فيها ميانمار فيها الصين، وميانمار هي حليف استراتيجي للصين. نعم. ولذلك الدول الكبرى لا تحاول الدخول إلى هذه المنطقة حتى لا تستوي بالصين. الولايات المتحدة تحاول أن تدخل إلى هذه المنطقة وبس نفذها في المنطقة، لأن ميانمار دولة ناشئة وفيها الفرص الاستثمارية كبيرة جدا. الصين لا تريد للولايات المتحدة أن تفشل نفوذها هذه في هذه المنطقة، ولذلك ميانمار لا تستجيب لأي من دعوات الاستنكار والبيانات التي تطلقها الهيئات الدولية أو المنظمات الإنسانية. يعني ميانمار تدرك ذلك جيدا، أن هذه البيانات لن تتعدى مرحلة الاستنكار والأشياء الخطرية فقط. حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت ميانمار من حظر بيع الأسلحة، رفعت عدد من الجمارلات الذين كانوا في القائمة السوداء، وبدأت تدخل في شراكات اقتصادية وتجارية في الدولة. الهند أيضا والصين وكوريا الجنوبية واليابان كلها تتجه نحو مصالحها بالدرجة الأولى، وما تقتضيه مصالحهم وبسط نفوذهم في المنطقة هو بالدرجة الأولى ما يهم هذه الدول. أما ما عدا ذلك فهم يتكلمون إذا خالف ذلك سوى مصالحهم. نعم. الأستاذ عبد الله الأحمد عضو المكتب أو المركز الإعلامي الأراكاني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.